انا قاعد في الارض دي من سنة 2006 واسمي محمود عبد الوهاب فتح الله ومعايا ما يثبت ذلك، وارضي من 2006 وانا قاعد فيها وعندي غله ومصدر غله ووزاره الزراعه واخده مني فلوس تحت حساب التقنين، وهذه الصور الورق بتاعتها اهو. امسك دي، امسك لي دي، امسك لي دي اما اشوف السنه السوداء الزرق. يعني نشتغل بلطجيه؟ احنا نروح نشتغل بلطجيه؟ وزاره الزراعه ادي القمح اللي انا مورطه لها السنه اللي فاتت مورده في كفر شونه كفر داوود اقرب مكان ليا في مدينه السادات، وزاره الزراعه واخده مني وصل 1000 جنيه تحت حساب التقنين. استنى ادم اطلع الوصل يا ابني، استنى يا ابني، سنه سوداء والله. نشتغل بلطجيه يا اخي؟ اسكت. من سنه 2006 واحنا مخروب بيوتنا في الاراضي ديت، كانت جبال وتلال وقال علينا ارهابيين، هو اللي بيزرع يبقى ارهابي؟ طب يا ريت مصر كلها بلطجيه وارهابيين زينا. اذا كان البلطجي بيزرع فيا مرحب، تعالوا بنفسكم انزلوا شوفوا القمح والبرتقال اللي في الارض وانزلهم، والوصل بتاع القمح متورد اهو السنه اللي فاتت، ووزاره الزراعه واخده مننا 1000 جنيه تحت حساب التقنين، والفلوس والوصل بتاع الدفع اهو، وصل الدفع اهو اللي وزاره الزراعه واخده مننا 1000 جنيه تحت حساب التقنين، وانا في لجنه 18 رقم 1 من سنه 2011 واحنا قاعدين في الارض. شو يا عم البتاع خلينا نتكلم، واحنا قاعدين في الارض ديت وشفنا الذل فيها، كانت جبال وتلال صلحناها وزرعناها، ده جزاتنا؟ الحكومه بتعمل فينا كده ليه؟ وفوق كده وكده عندنا استطاعه ندفع ثمنها وما عندناش اي اعتراض من جهه الحكومه، عايزين ياخدوها يعملوها منتجعات وقرى سياحيه؟ طب ما يشوفوا ارض غير ديت تكون ما تصلحش للزراعه ويعملوها منتجعات وقرى سياحيه، ولا هو من ساعه احمد عز ما طلع من السجن واحنا هيتخرب بيوتنا؟ نشتغلوا ايه يا جماعه؟ احنا فلاحين ودي مهنتنا وعندنا اراضي.